السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية. انقطعنا عنكم فترة وجيزة بسبب انشغالنا في الموسم وانشغالي بتجهيز بعض الأدوات التي تفيد الأخ النحال. سنذكر اليوم إحدى هذه الأدوات، ولاحقا وقريبا جدا سنتحدث عن جهاز آخر يخدم إخواننا النحالين. على العموم ذكرنا في فيديو مبسط وقصير جدا وتحدثنا فيه حول طابعات الأساس التلقائية التي تقوم بطبع الأساس الشمعي داخل الإطار مباشرة. هذه الأداة كما تشاهدون أمامكم قمت بصناعتها وتجربتها ما بين شهرين إلى 3 أشهر. العملية ناجحة ومميزة جدا، وكما يقال أتت أكلها. هذه هي الطابعة على إطار لانجستروث، إطار لانجستروث. اليوم سنشرح لكم في هذا الفيديو طريقة تطبيق هذه الطابعة وطريقة عملها من البداية حتى النهاية، من بداية تجهيز الشمع إلى النهاية إخراج الإطار وقد تم بناؤه داخل خلية النحل. فهذا يعتبر إنجاز، محاولة عديدة متكررة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا، آلة أو طابعة جاهزة تأتي بالغرض وتوفر لأخونا النحال عدة أشياء، وقت وجهد ومال. طبعا إعداد الطابعة إعداد تجاري حتى نكون على وضوح. نطلعكم على الفيديو فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعتبر هذا هو الشمع بعد إذابته. هذا طبعا إناءان، الإناء الذي بالأسفل ماء، والأعلى هذا هو الشمع المذاب. سنقوم بالتجربة على الطابعة الأولى، هي الحضرمي المعدل، والطابعة الأخرى هي طابعة لانجستروث كما تشاهدون أمامكم. نقوم بوضع الإطار لانجستروث، قبله هذا نقوم بالرش. بهذه الطريقة نضع الإطار. هذا يعتبر جاهز رغم العيب الموجود بالأسفل، لكن حصلنا على شمع مثبت بالإطار. بهذه الطريقة نقوم بالتنظيف، طبعا تنظيف البقايا.
هذا يكون جاهز بإطار لانجستروث. الشمع الطبيعي الحر، عملي في المنزل وعمل أي نحال، هذا هو الشمع الذي يناسب النحل. شاهدوا معي، عمل رائع جدا صراحة. سنقوم بالتجربة ثم نوافيكم. طبعا هذه الخلية سنقوم بإنزال الأساس الذي قمنا بصناعته في المنزل كتجربة كما تشاهدون الآن. سنزل رقم 2، الخلية جيدة، نقوم هكذا الآن أصبح جاهز. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم إخواني النحالين. طبعا الآن نطلعكم على النتائج، هذه هي أحد الخلايا التي تم تجربة الإطار فيها. قمت بالتجربة على أكثر من خلية حتى نلاحظ ونرفع المعطيات التي نحصل عليها. هذه كذلك خلية ثانية قمت بإنزال الإطار فيها، والنحل تقبل الأمور بشكل جميل ورائع وإقبال ممتاز جدا. الأساس مط أو تم بناؤه بشكل كامل، وأنتم تعلمون أن يجب توفر كثير من العوامل لبناء الشمع أو لبناء النحل الشمع، والنتيجة المهم كانت مبهرة وناجحة جدا. التجربة ظلت لمدة ثلاثة تقريبا، ما بين 2 إلى 3 أشهر هكذا، تزيد أو تنقص. لاحظت من خلاله التحضين الجيد، طبعا لم أقوم بتصوير باقي الإطار وقد هم ختم وما إلى ذلك حتى لا يطول الفيديو. المهم ما يهمنا أن النحل قام بمط وبناء الأساس الشمعي الذي قمت بإنزاله، وقد أطلعتكم على أكثر من خلية فيها هذا الإطار، وهذه الخلية تعتبر الخلية الثالثة التي في بداية التسجيل قمت بإنزال الأساس فيها، وقد دفعته عندما بني إلى 70%، أنزلت الإطار الثاني أساس جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.